في حلقة اليوم نتابع آخر تطور لوسائل الدفع الإلكتروني عربياً. ثريدز أم إكس؟ من يهدد عرش الآخر؟ وثلاث خطوات لإعداد ثقافة العمل لديك للذكاء الاصطناعي. برنامج اليوم مع باسل صبري ورغدة إبراهيم. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم. اليوم نتحدث عن آخر جولة من جولات منافسة العمالقة في عالم وسائل التواصل، إكس مقابل ثريدز. كل يتنافس على وقتنا واهتمامنا، ويريد أن يصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. صحيح باسل، إكس أو تويتر سابقاً المنصة اللي أحدثت ثورة في عالم التغريدات القصيرة، تتنافس بقوة مع منصة ثريدز الجديدة، واللي طموحها أنها تكون الواجهة الجديدة للتواصل والتفاعل الاجتماعي، وبنفس نظام تويتر تقريباً. اليوم وصل الصراع إنجاز التعبير لمستويات أكبر بكثير. في الماضي كان الهدف هو جذب المستخدمين الجدد، اليوم الفائز هو من يستقطب ويجذب مستخدمي المنصات الأخرى. ولهذا بدأت منصة ثريدز شبيهة جداً بمنصة تويتر، وأثارت بالتالي غضب إيلون ماسك. أكيد تابعنا هذا الغضب ربما على تويتر على منصة تحديداً، وهناك تحديات كبيرة عموماً ترافق هذا النمط المكثف من التواصل الاجتماعي، ثريدز، تويتر، إكس مثلاً أو غيرها من هذه المنصات. هنا تزداد مخاوف الناس باسل حول انشغالهم الزايد عن الحد بوسائل التواصل الاجتماعي، وكيف ممكن يأثر هذا على صحتهم النفسية وعلى قدرتهم على التركيز وتفاعل حقيقي حتى مع العالم من حولهم، لأنه يبدو أن هذا قاعد ينقص. بمطلع القرن الحادي والعشرين، مطلع هذا القرن، حدثت طفرة في طرق الدفع، طرق دفع مقابل الخدمات والمنتجات، وظهر ما يعرف بالدفع الإلكتروني. طبعا لم يكن الوثوق بهذه الوسيلة سهلا في البداية، ولكنها استمرت في الانتشار حتى أصبحت جزءا من حياتنا اليومية. صحيح، بس لحتى أنه أصبح من الطبيعي اليوم وجود وسائل وطرق لتسهيل عمليات البيع والشراء وتنفيذ المعاملات المالية المختلفة عبر الإنترنت، منها بطاقات الخصم والائتمان والمحافظ الرقمية وأنظمة الدفع عبر الإنترنت وغيرها من هذه الوسائل. وسائل تبنتها الكثير من الدول العربية، والجزائر من بين آخرهم، فهي تسعى منذ فترة إلى تعميم الدفع الإلكتروني ورقمنة القطاع. واليوم هناك أكثر من 150 موقعا للتجارة عبر الإنترنت، كلها تعمل بخدمة الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقات البنكية. نعم، والحكومة الجزائرية أيضا مددت أجال وضع وسائل الدفع الإلكتروني على مستوى الفضاءات التجارية إلى أواخر ديسمبر 2023 وحسب قانون المالية التكميلي ل 2022. ولكن لأي مدى يمكن للدفع الإلكتروني أن يسهل من تعاملات المواطنين الجزائريين؟ وهل هم جاهزون في الأساس لاعتماد طريقة الدفع الإلكتروني على نطاق واسع؟ رغم صغر مساحة هذا الكشك، إلا أن صاحبه مالك يوفر خدمة الدفع الإلكتروني للزبائن في إطار انخراطه في مساعي الحكومة لتعميم العملية. ورغم الإقبال الضعيف على خدمة الدفع بالبطاقات الإلكترونية، إلا أن هذا التاجر يصر على المساهمة في نشر هذه الثقافة. يجي يخلص بالكارطة، شوف هاد الجوز نورمال، ما كاش مشكل، ما كاش كدا سهلة، ما يرفدش دراهم كدايا، شغل بشويه بشويه بوسير باش يولي يستعمل الكارطه. مليح لو كانت تعمم كاع التجار هكذا باش الزبون كي يحب يستعملها ما يحصلش وين يروح يستعملها، باش يجي لهنايا واحد عنده واحد ما عندوش. ويحصي قطاع المالية في الجزائر أكثر من 14 مليون بطاقة بنكية وبريدية يمكن لأصحابها استخدامها في دفع فواتيرهم دون الحاجة لحمل النقود مع توفير الوقت والجهد. البطاقة هذه تسهل بزاف أمور، حوايج مش لازم نهز معايا دراهم ولا بها، نسهل أموري، نروح للمحلات نحطها، نهز حوايج اللي بغيت. بالنسبة لي أنا تنقص لي التعب، حاجة إيجابية، تخلص فاتورات من الدار، تخلص فليكسي سونال غاز، تخلص بزاف، يعني تنقص اعباء بزاف على روحك برا. بفضل هذا الدفع الالكتروني للرقمنه هذه
الناس يعودوا يدخلوا دراهمهم في البنوك ما يخليهوش الدار. ويحوز التجار على 50,000 جهاز للدفع الإلكتروني فقط، فيما تتفاءل الحكومة بالوصول إلى 1,000,000 جهاز قبل نهاية السنة، ما يتطلب حسب خبراء جهودا أكبر. عمل كبير ينتظر السلطات العمومية من أجل يعني تعزيز الثقة بين المواطن وبين الإدارة، وتسعى السلطات إلى رقمنة هذه العلاقة بين المستهلك وبين التجار وبين مختلف الهيئات الحكومية، أولا من أجل غرس ثقافة التطبيقات والدفع الإلكتروني والمالية الإلكترونية، وكذلك لتعزيز الثقة وإعطاء الضمانة للمواطن وللتاجر. وينتظر القائمون على أكثر من 320 موقعا للتجارة الإلكترونية انتشار ثقافة المعاملات التجارية على الإنترنت لتحسين مردودية هذا النشاط. أكثر من 13,000,000 عملية دفع إلكتروني عبر الهواتف المحمولة أجراها الجزائريون خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة وفق أرقام تجمع النقد الآلي، رقم يراه مختصون ضعيفا ويعود بالأساس إلى تأخر تعميم آليات الدفع الإلكتروني وغياب الثقة لدى المواطنين. محمد برغل، الحرة، الجزائر. للحديث عن كيفية حماية نفسك من مخاطر الدفع الإلكتروني وحتى شرح الفروقات ما بين الدفع نقدي والدفع الإلكتروني، ينضم إلينا خبير الأمن الإلكتروني ماهر يموت. أهلا بك سيد ماهر، صباح الخير عليك. احكي لنا كيف تطور الدفع الإلكتروني إلى يومنا هذا منذ أن ظهرت الفكرة. طبعا أساس الموضوع هو تسهيل الدفع بشكل عام ومراقبة تبييض الأموال وغيرها من الأمور اللي هي تسهل حياتنا اليومية. فطبعا بالأساس كان الموضوع دفع كاش، ولكن هذا تطلب أمور معينة، يمكن كان صار في سرقات بطريقة أو بأخرى، ولكن تطور الموضوع لحتى يصير باستخدام التكنولوجيا واستخدام الشبكات هذه والأنظمة لحتى تخلي الموضوع ترانسبارنت أكثر أو شفاف أكثر، نقدر نتبع وراء أمور السرقات. وطبعا أساس الموضوع هو تسهيل حياة الناس. جميل، يعني حتى اليوم كلمة الدفع الإلكتروني لا تعني شيء واحد، ولكن هناك خيارات كثيرة ربما تقدمها البنوك للدفع الإلكتروني، ما هي؟ طبعا الخيارات الأساسية هي أنك تدفع عبر بطاقة الائتمان الأساس، ولكن تطور الموضوع حتى بشبكات على الانترنت، الويب سايتات، صارت فيك أنت تدفع عبر الويب سايتات. وطبعا تطور الأمور أكثر مع الموبايلات، وصار في عندك أبل باي وما يشاكلها، فصار فيك تدفع كمان حتى بالموبايل من خلال أنك تعرف الموبايل مع بطاقة الائتمان وتصير بس تدفع عبر الموبايل بدون اللاسلكي داعي كونتاكتلس. طيب كيف نعرف مدى أمان الدفع الإلكتروني في المواقع بشكل عام؟ هل في أشياء معينة لازم ننتبه لها؟ طبعا أساس الموضوع هو التشفير والحماية المراسلة بين اليوزر، بين المستخدم وبين السيرفر أو بين الخادم. فهذا الأساس الموضوع هو أنك يكون في درجة أمان وحماية وتشفير بين هذه الشبكة. طبعا لا شك منشوف نحن بخلال استطلاعاتنا من الفترة الأخيرة بشركة كاسبيرسكي، عملنا استطلاع وتبين أنه غالب الأحيان 92% تقريبا المشاكل بتجي من المستخدمين ذاتهم. يعني حتى لو حماينا الشبكات، حتى لو حماينا وشفرنا الأمور هذه، بيضل عنا جزء مهم على المستخدمين ووعيهم أنه ينتبهوا لأمور خصائص معينة، مثلا القراصنة اللي بيتبعوها، أنه بيخدعوا المستخدمين لحتى ياخذوهم على مطارح تانية منا حقيقية، ولكن هي تنتحل شخصية الويب سايتات الحقيقية لسرقة بياناتهم. كيف نعرفوا في شيء معين، خصائص معينة ذكرت؟ طبعا أنه بيلعبوا القراصنة، بيلعبوا طبعا دائما على تشابه الكلمات، فممكن مثلا ويب سايت تكون مكتوب بصيغه معينه، فهم يلعبوا على الصيغه هاي ويحاولوا ينتحلوا الشخصيه ويحاولوا حتى ينسخوها. فلا شك لكن المستخدمين لازم ينتبهوا من الايميلات اللي بتجي من قراصنه او من اشخاص ما بيعرفوا مين هن، من ايميلات ما بيعرفوا مين هن، لانه غالب الاحيان قراصنه ما بيقدر يبعثوا من ايميلات الشركه الاساسيه. فبينتبهوا على هدول الإيميلات وينتبهوا على الويب سايتات اللي عم يفوتوا عليها إنها تكون فعليا هي اللي الأصلية. يعني السرقات اليوم لا تتم من خلال
فك التشفير بين شخص الذي يقوم بالدفع وبين الشركة أو بين البنك؟ لا لا، غالبا ما حدا بيقدر يكسر التشفير هذا بأغلب الأحيان. صح ولكن يلجأ إلى طرق ما يسمونه بالقرصنة الاجتماعية أو محاولة خداع هذا الشخص، احتيال أو نصب بطريقة أخرى. بالضبط. طبعا لا شك، شفنا نحن كمان من خلال أبحاثنا وتحاليلنا بالفترات الماضية في ممكن تصير كيسات معينة يقدر القراصنة يفوتوا على البنك ذاته وصارت هاي، ولكن هاي نوادر يعني، مش مجمل الأحيان هي اللي بيصير إنه القرصنة عبر الهندسة الاجتماعية، خداع المستخدمين من بكافة أنواع الأشكال، ويحاولوا يبعثوا معلوماتهم الشخصية لحتى يأخذوا الأكسس على البنك. ولكن سكامينج. سكامينج بالضبط. كمان ننتبه إنه صح صارت الأمان على الموبايلات عالي وطريقة الدفع بالموبايل وولتس كمان عالية، ولكن هذا بيعتبر أنك أنت حاطط باسكود كمان قوي، لأنه إذا انسرق التليفون تحاسب باسورد ضعيفة فصار يقدر يسرق لك من دون أي تعب زيادة. طيب إذا حصل وأحد تعرض لخداع بهذه الطريقة، هل في إجراءات أمنية متبعة لازم يبدأ فيها على طول لحماية ال؟ طبعاً يعني نحن بنشوف بعض البنوك، لا يزيد الأمر سوء. طبعاً نحن بنشوف بعض البنوك حتى صاروا يتيحوا عبر الموبايل بانكينج تبعهم الأبليكيشن إنك تعمل بلوك للكارد ما دامك شكيت بشيء معين. طبعاً البنوك عم تعمل جهدها من ميلتها، ولكن نحن إذا شكينا إنه في شيء غريب عم يصير على البطاقة الائتمان أو بدفع إلكتروني غير اعتيادي، بنحكي البنك مباشر وهو بيوقف العملية هاي. غالب الأحيان تنجح، وبعدين بصير في موضوع استرداد الأموال وهكذا. طب في حالة عدم استرداد الأموال، لأن هذا يحدث كثيرا يعني، ونرى يعني شخص تم الاحتيال عليه يقوم بالاتصال بالبنك بالشركات مرة واثنين وثلاثة حتى يستعيد أو يسترد هذه الأموال، على من تقع المسؤولية في هذه الحالة؟ هل المسؤولية على المستخدم أم أنها يعني مشاركة أيضا بين البنك من لم يقوم بتوعية المستخدم بشكل كافي حتى لا يقع في هذا الفخ؟ طبعا هذا موضوع شائك وفي له كثير تفاصيل، ولكن اللي عم نشوف بيحاول لا شك بياخذ حيز من الوقت، يعني مش الموضوع منه سريع بالاسترداد، ممكن تاخذ شهر او اكثر. ولكن لا شك في شركات تأمين لهذه المواضيع فيحاولوا يستردوا من البنك، ولكن البنك لا يسترد من شركه التأمين، بياخذ موضوع تحقيق وتتبع وموضوع لحتى يشوفوا على مين عاتق الموضوع، على مين عاتق المسؤوليه. موضوع شائك، لأن أحيانا بيقولوا لك إنه المستخدم طيب من جهله، هو ما هو سرب معلوماته للقراصنة وهو اللي طلع الموضوع، هو خلاهم يفوتوا. فيعني الموضوع بيبقى شائك شوي. ولكن خلي بالك في نقطة خطيرة جدا، إنه لما بيحصل يعني بتحصل هذا الموضوع أو يتكرر أكثر من مرة، بيبدأ المستهلك ومن حوله من أصدقاء وزملاء في العمل بيبتدوا يخافوا من الدفع بهذه الطريقة، وهذا من الممكن أن يكون عكس الاتجاه الذي نسير فيه الآن. ماذا يجب أن نفعل حتى لا يحدث هذا البعد عن التوجه الاتجاه في طريق الصحيح، طريق التطور؟ طبعا أساس الموضوع إحنا عم نتطور، يعني ما فينا نضل بالماضي صح. فخدمة الدفع الإلكتروني لا شك في عندها درجة من الأمان، في مسؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف من البنوك لحماية أجهزتهم وأنظمتهم بشكل مستمر ومتطور، يحاكي ممكن قلة إدراك الناس ببعض المطارح، ولكن ببعض الأحيان الأخرى بدنا نشوف كمان أنه نحاول نوعي المستخدمين بطريقة أخرى، وعم نشوفها ببعض البنوك خصوصا بالإمارات، بنشوفها بيبعثوا من وقت لآخر إيميلات وعي المستخدمين أنه نحن ما بنطلب باسوردات، ما بنطلب إيميلات وهكذا. على عاتق الكل، كل مسؤول عن هذا الموضوع. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح، خبير الأمن الإلكتروني الأستاذ ماهر يموت، شكرا جزيلا لك. شكرا. منذ لحظات مشاهدينا شاهدنا ما تسعى الجزائر لإنجازه في هذا المجال الذي نتحدث عنه، ولو اتجهنا الآن بأنظارنا شرقا سنجد أن الأردن شهد هو أيضا تطورا كبيرا في عمليات الدفع الإلكتروني مؤخرا، مع تراجع الاعتماد على النقد والدفع المباشر في تعاملات المواطنين اليومية. والزيادة في العمليات الإلكترونية انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين وعمليات التداول في الأسواق من خلال عمليات دفع الفواتير والتحويلات المالية وإنشاء أكثر من مليوني محفظة إلكترونية للمواطنين. تابع.
لم يكن شادي يعلم أن تنامي تطبيقات الدفع الإلكتروني ستنعكس بشكل إيجابي على حياته الشخصية والعملية، من ناحية اختصار الوقت والجهد والوقود ودفع فواتيره الكاملة من منزله أو مكان عمله. يعني أنا مثلا كل نهاية شهر بدفع للضمان الاجتماعي، وبدفع مثلا أجار الشركة، مثلا قسط بيتي، قسط سيارتي، كثير اشياء، كل شيء اونلاين. بطلت اوصل اي بنك صراحه، بوصل بنك بس في حال انا بدي اعمل دفتر شيكات كذا، وحتى هي صارت اونلاين. منذ 10 سنوات باشر البنك المركزي بالتعاون مع الشركه الاردنيه لانظمه الدفع والتقاص بتطوير انظمه الرقمنه الماليه وانشاء البنيه التحتيه ووضع الاطر التشريعيه، لتصل نسبه الحركات منذ مطلع العام الحالي الى اكثر من 45 مليون حركه الكترونيه بقيمه تتجاوز 20 مليار دولار. إذا بدي أخذ أرقام الأنظمة اللي هي منسميها أنظمة آنية، سواء كليك أو المحافظ الإلكتروني أو إي فوتيركم مع بعض، بتجاوز 45 مليون حركة بقيمة إجمالية تقريبا 9 مليار دينار أردني أو أكثر، أو مع إي فوتيركم أكثر من 15 مليار دينار أردني. كما انعكس تطوير أنظمة الدفع الرقمية على حياة المواطنين وأسهمت في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، كونها أيضا شملت تحويل الرواتب الحكومية والضمان الاجتماعي. حركة سرعة دوران النقد بالاقتصاد يولد كفاءة أعلى بالاقتصاد وبيعزز من النمو بالناتج القومي الإجمالي، وهي أرقام مهمة. وأسهمت عملية رقمنة أنظمة الدفع في تشجيع البنوك على التنافس في إطلاق خدماتها المالية إلكترونيا من خلال تطبيقاتها الرقمية التي فرضتها عليهم جائحة كورونا وإغلاقاتها. إذن يتزايد إقبال الأردنيين على استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني بواسطة هواتفهم النقالة عاما بعد آخر، لسهولتها وتوفيرها الوقت والجهد وعناء التنقل خلال تنفيذهم لمعاملاتهم المالية. حيدر العبدلي، الحرة، عمان. وللمزيد ينضم إلينا هنا في الاستوديو الخبير المالي الأستاذ عبد العظيم الأموي. أهلا بك. مرحبا. صباح الخير عليك أستاذ عبد العظيم. هل ستختفي النقود الورقية قريبا؟ نسمع هذا الكلام من وقت طويل. أنا أفتكر أنه يعتمد على أكثر من عامل. يعني أنا أرجح أنها لن تختفي قريبا. هي ستختفي ولكن ليس قريبا. وهذا يعتمد على تطور، ولكنها ستختفي مع الوقت. مع الوقت أنا أفتكر، لأنه إذا أخذنا مثلا التطور الذي يحدث أمامنا الآن، نحن قبل مثلا 10 سنوات الأمر الكريدت كارد والبيع والدفع عن طريق البطاقات كان أمر مستحدث. الآن بنشهد أنه الشخص يدفع عن طريق الموبايل، يعني بدون ما نشعر نجد أنه وسائل الدفع تطورت بشكل كبير، وأصبحنا نتجه بسرعة نحو الكاش ليس سوسايتي، إن المجتمع الذي لا يعتمد على النقود. ولكن نحتاج إلى أن تكون هنالك يعني إنفاق كبير في البنية التحتية وتطوير في التشريعات من قبل الحكومات حتى تدفع المجتمع ليصل بسرعة ويتخلص من النقود. نعم، هي نقطة مهمة اللي أثرتها الآن، هي تعتمد على الدولة كذلك في كيف سياستها النقدية حتى وبنيتها التحتية وكل هذا، وتعزيز ثقافة دفع الأموال واستلامها حتى إلكترونيا ممكن هي في ازدياد الآن في منطقتنا العربية. ما هي الدول العربية الأكثر تطورا في هذا المجال؟ طبعا هذا سؤال مهم وممتاز. أنا أفتكر أنه نحن نتابع مثلا برضو في 10 سنوات الماضية 3 دول تتطور بسرعة شديدة وتتنافس، اللي هي الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر، والأردن 4. أنا أفتكر أنه هذه الدول هنالك عوامل أيضا، يعني هي هنالك قواسم مشتركة. إذا أخذنا مثلا هذه الدول هنالك ارتفاع في عدد مستخدمين الإنترنت، يعني إذا أخذنا مثلا في الإمارات 99% من المواطنين يستخدمون الإنترنت، 97% في المملكة العربية السعودية، 67% في جمهورية مصر العربية. هذه عوامل أساسية. أيضا هنالك عامل آخر، إنه مثلا نسبة الشباب في هذه الدول مثلا في مصر فوق 60%، في الإمارات 56%، في المملكة العربية السعودية 58%، أعمار الذين تقل عن 35 عام. كل هذه عوامل تجعل أن هذه الدول تطورت بسرعة. أيضا بعامل ثالث يمكن أن أضيف، أنه مصر مثلا لديها استراتيجية 2030، المملكة العربية السعودية لديها استراتيجية 2030،
الامارات لديها ديجيتال استراتيجي، فهذه كلها تجعل انه هنالك استراتيجيك بلان في انه تدفع التطوير هذه القطاعات وتستمر. لذلك هذه الدول هي تتربع على عرش الدول الأكثر استخداما للديجيتال بيمنت والإلكترونيك بيمنت. طيب هذه العوامل التي تدفع باتجاه هذا التطور، ماذا عن العوامل التي تقف في وجه هذا التوسع المطلوب؟ نعم، العوامل الممكن التي تؤخر هذا الأمر يمكن أن تكون هي أيضا عملية نسبة التعليم وكفاءة الأنظمة نفسها والتشريعات والقوانين. يعني نجد أن هنالك بعض الدول تكون بطيئة في تبني التطور التكنولوجي. يعني إذا أخذنا مثلا مراكز الفينتك الجديدة في الوطن العربي، نجد أن 80% منها في هذه الدول التي ذكرتها، مما يعني أن الدول التي تريد أن تلحق بهذا الركب عليها أيضا أن تفكك هذه القيود التي مثلا قيود نحو التي تحد من الانوفيشن والتطور، وهذه الأمور تطوير التشريعات والقوانين، الإنفاق على البنية التحتية والاتصالات والإنترنت. هذه هي العوامل المفتاحية التي تجعل أن التطور يقف على هذه العتبات. طيب أمر آخر، هل صحيح بأن الطريقة الأكثر شيوعاً ربما مقابل عمليات الشراء عبر الإنترنت في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط هي عبر البطاقات الائتمانية؟ نعم، هنالك يعني في 2023 دراسة بحثية مهمة خرجت من أمازون تتحدث عن أنه هنالك مشكلة في مسألة في الوطن العربي في تبني البطاقات الائتمانية. يقول أنه يفضل المستهلكين يفضلوا كاش أون ديليفري مثلا، في هذه واحدة من المشاكل. ولكن نعم، الشائع هو البطاقات الائتمانية، هي حتى الآن لأنها سبقت ولأنها أيضا تتمتع بمميزات كثيرة، سرعة في إنجاز المعاملات بير سكند، سرعة الوصول إلى هذه التطبيقات، انتشارها في شبكة من البنوك الكبيرة، أو سرعة وصول المواطنين والمستهلكين إلى هذه البطاقات، والذي جعل أنها الأكثر رواجا. ولكن هنالك أنظمة أنا أتوقع أنها يمكن أن تمشي تذهب بسرعة. يعني الأبس، السوبر أبس بدأت تظهر تنافس هذه البطاقات. طب هل هناك تحديات أو مشاكل تواجه التجار أنفسهم؟ يعني كان في الماضي نسمع أنه التاجر يقول يعني للشاري، ما أعرفش هذا الموضوع ما زال موجودة ولا لا، ولكن لو المبلغ صغير يقول له لا المبلغ صغير أنا آسف أنا مش حاضر أعمل المعاملة، أو يقول له النسبة اللي بتحصلها مني شركات الدفع الإلكتروني كبيرة فبالتالي تدفع لي الفرق. يعني هل هذه المشاكل ما زالت موجودة؟ نعم باسل، أنا يمكن أضرب مثال بسيط. يعني أمس أنا شربت شاي في أحد الكافيهات هنا، فكنت أتوقع أنهم سوف يقبلوا البطاقة ولم يقبلوا. سألت الموظف إنه لماذا لم تقبلوا هذه البطاقة، قال لي المبلغ صغير والتكاليف كانت هي 9 دراهم. أقول لي إنه المبلغ صغير والتكاليف الأدوبشن أيضا كبيرة. أنا أفتكر إنه التجار ربما يواجهوا مسألة الإنفاق على هذه الأجهزة، فلذلك وهذا واحد من التحديات. الشيء الثاني أيضا الرسوم، أيضا يمكن أن يكونوا يحسبوها إنه رسوم الترانزاكشن والميرشنت أكاونت الذي يرتبط بهذه المشين ونقاط البيع. فأنا أتوقع أنه هذه هي فقط التي يمكن أن تحيد، ولكن لها مكاسب كبيرة جدا، لأنه الآن لا أحد، يعني مش لا أقول لا أحد، ولكن الغالبية تفضل أن تستعمل البطاقات عن الكاش. بالتأكيد، يعني ممكن هذه هي النقطة اللي فيها إشكالية، المبلغ نفسه. طيب بالمقارنة مع نظام الدفع الإلكتروني في الخارج مش في منطقتنا العربية، هل يعتبر هذا النظام متطورا بما فيه الكفاية عندنا في منطقتنا العربية؟ أنا أتوقع أنه يعني إذا أخذنا مثلا السؤال هذا، ممكن قبل 5-6 سنوات نعم كان هنالك تباين، ولكن الآن نحن منطقتنا العربية تلحق بسرعة شديدة. يعني المايكرو بيمنت في السابق كانت هنالك مشكلة في المايكرو بيمنت، الآن هنالك أنظمة متطورة كثيرا عن طريق الموبايل. فهذه أنا أفتكر أنه نعم القرب سبقنا في هذا المجال وأن هنالك حلول أكثر، ولكن نحن نذهب أيضا بسرعة لتفيل الجاب هذا. طيب يعني سد الفراغ اللي كان موجود. شكرا جزيلا لك الخبير المالي عبد العظيم الأموي، شكرا لحضرتك وجودك معنا. أما بعد قليل ثريدز أم إكس، من يهدد عرش الآخر؟ خليكم معنا.
يبدو أن الصراع بين قطبي وسائل التواصل الاجتماعي ميتا وإكس أو تويتر سابقا دخل مرحلة جديدة. طفرت ثريدز وأكثر من 150 مليون تحميل للتطبيق لم تدم أكثر من 10 أيام، والصورة مختلفة تماما بعد مرور شهر على انطلاقه. بالفعل، وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن التفاعل على تطبيق ثريدز تراجع بنسبة 70% منذ وصوله إلى ذروته في 7 يوليو، كما تراجع الوقت الذي يقضيه المستخدمون على هذه المنصة من 19 دقيقة إلى 4 دقائق فقط. بالرغم من هذا التراجع، ميتا تقوم حاليا بتحديث ثريدز لأجهزة آيفون بمجموعة من المميزات الجديدة، منها الترجمة وعرض موجز عن مشاركات من تتابعهم على هذه المنصة. طيب، في المقابل هنا منصة تويتر كشرت عن أنيابها، وقام مالكها الجديد إيلون ماسك بتغيير شعار المنصة من العصفور المغرد إلى حرف إكس، وذلك بعد 17 عاما على الشعار. بحسب تقرير لوكالة بلومبرج، هذه التطورات لن تمر مرور الكرام على ما يبدو، حيث لفت خبراء ومحللون إلى أن إقدام ماسك على تغيير شعار منصة تويتر قد أفقد علامتها التجارية ما بين 4 مليارات أو حوالي 4 مليارات، ومن المقرر أن تصل ربما إلى حتى إلى 20 مليار دولار تقريبا. خسارة كبيرة يعني، باسل، غير متوقعة. أكيد، وجالت الحرة هنا على هذا الموضوع تحديدا، وسألنا الشباب ما رأيكم في التطورات اللي شهدتها منصة تويتر مؤخرا أو إكس. هل برأيك ستؤثر على نسب المتابعة فيها، وينسحب المتابعون إلى منصة ثريدز الجديدة، ولماذا؟ أيضا نتابع إجاباتهم هنا. أنا سمعت طبعا عن ثريد، بس لا لسه، يعني بقول أستنى شوية لغاية لما يبان الموضوع عنه إزاي وكده، يعني وأشوف إذا كان ممكن أنا أبقى متفاعل معه ولا لا، وبناء على أن أنا أسمعه يعني وكده ممكن أشترك أو حاجة، أو لا أقرر عدم الاشتراك من أساسه، بس لسه يعني الصورة مش واضحة. كل ما يزيدون هاي البرامج السوشيال ميديا الأشياء الزيادة، الناس تروح لهم فترة معينة وبعدين ترى بترجع حق البيسكس، بترجع حق الأساسيات. إحنا أساسياتنا أنا أحس إنستغرام، تويتر، أنا ترى حتى التيك توك للأمانة ما أميل له، إنستغرام، تويتر، سناب شات يعني عندي بس متابعة أكثر من أنا أنزل أشياء فيه. تويتر راح زمانه، تويتر قبل، الحين أكثر شيء كله على الإنستغرام، يعني الناس تقول أي فكرة قامت في الإنستغرام، سواء سوشيال ميديا، سواء شيء منتج، أي شيء صار في الإنستغرام، إنستغرام، سناب شات. والله أنا بستخدم مواقع يعني للسوشيال ميديا مختلفة، بستخدم فيسبوك، إنستغرام، أحيانا دلوقتي الموقع الجديد ثريدرز ده برضو تمام، وتويتر. والله كويس، يعني حاجات بتجيب حاجات معلومات حلوة ومعلومات كويسة وتخليك تعرف العالم حواليك ماشي ازاي. بالإضافة كمان ان بعض المواقع دي الواحد بيستفيد منها، بيعمل عمليات تجارية، بيشتري حاجات، بيسوي حاجات متنوعة، فيعني بتبقى حاجات لطيفة يعني وجميلة. والآن نتابع بعض كواليس منصتي ثريدز وإكس أو تويتر سابقا بعد إطلاق ثريدز بقوة في أول أسبوع من شهر يوليو الجاري. بحسب صحيفة الديلي ميل، شهد الأسبوع الأول على انطلاق ثريدز حوالي 93 مليون متفاعل على المنصة، مقابل 353 مليون متفاعل أو متفاعلة على تويتر سابقا. لم يتوقف على إطلاق ثريدز، بل أرسل محامي أليكس سبيرو رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ، يبلغه بأن تويتر ينوي تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة. محامي ميتا هنا طلب بالتوقف فورا عن استخدام أي أسرار تجارية وغير تجارية سرية للغاية، خاصة بتطبيق إكس. ليس هذا فحسب، بل شهد تطبيق العصفور الأزرق تغيرا جذريا شمل اسم المنصة وشعارها بعد 17 عاما على انطلاقه. انطلاقة ميتا أيضا لم تكن مثالية في أوروبا، بالشركة تخضع لقانون الأسواق الرقمية الجديدة، والذي يفرض قواعد مشددة على شركات الإنترنت الكبرى في دول الاتحاد الأوروبي.
نفتح هذا الموضوع بتفصيل أكثر الآن مع ضيفنا الخبير التقني رولان أبي نجم. أهلا بك وصباح الخير عليك أستاذ رولان. في البداية، ما الذي يعنيه ما حدث لثريدز من اضطرابات في نشاط مستخدميه بهذا الشكل خلال شهر واحد فقط؟ أول شيء صباح الخير لك أستاذ باسل، صباح الخير لرغدة ولكل المشاهدين. بطبيعة الحال نحن إذا بدنا نشوف عم نحكي عن هذا الموضوع الاضطرابات، أول شيء الشيء اللي صار أصلاً مع ثريدز ما كان طبيعي بالانطلاقة تبوله. يعني نحن شفنا تويتر اللي بلش عام 2006، هلأ عنده حالياً تقريباً 450 مليون مستخدم. هول 450 مليون في جزء منهم أصلاً كان إيلون ماسك، هو 25% من مستخدمي تويتر هن فيك بوتس أو روبوتس أو حسابات وهمية. وعندك أصلاً كمان أوريدي إذا بدك في كتير حسابات أصلاً موجودين على تويتر منهم أكتف أو منهم فعالين. فنحن شفنا 150 مليون مستخدم إجوا على إنستغرام على ثريدز بفترة قياسية كتير كبيرة، وهذا شيء طبيعي ولا ممكن. يعني في كتير عالم تجي بتجرب المنصة، بتجرب تشوف شو هالمنصة، شو البديل عنها، شو الفرق بينه وبين تويتر وغيرها. وأصلاً لما طلعوا ثريدز أول ما طلعت البلاتفورم طلع كان بعد في كتير نواقص، واستغلوا فكرة إنه تويتر عنده مشاكل كتير كبيرة. وأهم مشاكل كان عندهم إياها إنه بس أنت فيك تشوف 500 تغريدة بالنهار الواحد، وإذا خلصوا 500 تغريدة ما بقى فيك تستخدم المنصة. فطلعوا بهذا البلاتفورم بلشوا يقولوا للعالم لا في بديل عن تويتر، ومع الوقت رح يبلشوا يعملوا تحسينات لها. فأكيد بدهم شوية وقت يقدروا بمحل معين يرجعوا يخلوا يكون في انجيجمنت أو تفاعل على المنصة، ويرجعوا يكملوا بزيادة عدد المستخدمين. طيب، ذكرت مسألة المستخدمين لثريدز، وهذا طبيعي في الفترة الأولى لأنه هناك ناس، يعني الكثير يريد بس أن يجرب هذه أو هذا التطبيق في البداية. برأيك هل 150 مليون تحميل في 10 أيام ممكن يعطي ثريدز الأفضلية على حساب تويتر، خاصة مع المشاكل اللي تواجه تويتر مؤخرا؟ صحيح، بطبيعة الحال نحن لما بنحكي عن 150 مليون مستخدم بفترة أسابيع، هذا الرقم منه قليل أبدا. وخاصة أنه ثريدز نحن كمان بمحل معين لاحظوا شغلة، أنه كان في عندي كل المستخدمين تبع إنستغرام أوريدي بيقدر يكون عندهم حسابات ثريدز بظرف 3 ثواني. يعني بيقدر بينقلوا كل المعلومات الموجودين بإنستغرام على ثريدز، وما عندهم ولا أي مشكل إذا بدك ترجع يخلقوا حساب ويحطوا إيميل ويوزر نيم وباسورد وكل هالتفاصيل. فهذا الموضوع عطى سهولة كتير كبيرة. وهلا بهذا الموضوع إذا بلش يضيفوا الإضافات كلها جديدوها ثريدز، موضوع التواصل المباشر، البرايفت مسجز، الاوديو كول، الفيديو كول، وباقي التفاصيل اللي هن اصلا تويتر كان عم بيسعى يعملها، بتخيل رح يزيدوا نسبه التفاعل بشكل كتير كبير بالمنصه. وكان اصلا مارك زوكربيرج قال ان احنا طموحنا يكون عندنا منصه مثل اذا بدك تويتر اللي هي ثريدز تقدر توصل للمليار مستخدم، وانا برايي اكيد بيقدر يوصل للرقم. طيب، للوهلة الأولى بدأ وكأن ثريدز وتويتر أو إكس نفس الشيء، هل التحركات والتغييرات التي يقوم بها ماسك الآن يحاول من خلالها تفادي المنافسة المباشرة مع ثريدز أو مع منصات أخرى، أم ماذا في رأيك؟ أستاذ باسل، الهدف من اللي عمله مارك زوكربيرج أنه يعمل نسخة متطابقة مليار بالمية عن تويتر. ما كان هدفه يعني حتى إذا منشوف الشكل تبعه، طريقة التويت واللايك والريتويت وغيرها، كلهم عملوا النسخة طب الأصل، لأنه نحن في شيء بنسميه اليوزر اكسبيرينس، يعني الأشخاص اللي معودين على تويتر وطريقة العمل تبعه لتويتر. ولكن هو عم يجرب يلاقي له منصة بديلة عن تويتر، مش تفوتوا يقعدوا يتعلموا كيف بده يشتغلوا عليها وهيك. وإضافة أكيد أنا هذا نعم اوكي، بس قبل ما ارجع لموضوع اكس، نحن تيك توك حتى هلا اضاف ميزه موضوع انه انت تشارك نصوص مش بس فيديوهات. يعني تيك توك اللي نجح موضوع الفيديوهات هلا كمان عم يزيد هالنصوص، فهذا بياكد انه اللي عمله مارك زوكربيرج صحيح. بالنسبه اللي عم بيعمله ايلون ماسك مختلف كليا. ايلون ماسك من اول ما اشترى المنصه وط كثير من قيمتها، وبنفس الوقت كل شيء هلا عم نشوفه على تويتر ما عم بيقدر يعمل مصاري. يعني هو اجى قال 50% من الاعلانات خسرناها بعد المنصه لحديت هلا الكاش فلو تبعها نيجاتيف، فعم يجرب يعمل منصة المتكاملة اللي هي الأكس، اللي هي إذا بدك مثل ويتشات الصينية. هذه المنصة يكون فيها تداول عملات مشفرة، يكون فيها إي كوميرس وغيرها من التفاصيل. هلا كنت عم تحكي عن موضوع المشتريات أونلاين وهيك، تجرب يلاقي مداخيل إضافية للشركة تقدر يعوض الخسائر المالية اللي هن عملوها.
يعني الآن وأنت تتحدث عن إكس، إحنا نشوفه على الشاشة اللوجو الجديد لمنصة إكس، وتبدو لنا وكأنها تغير أو كان هناك تغير كبير عن تويتر، منصة التواصل الاجتماعي بشكل عام بهذا الشعار، وأنت ذكرت أنه ممكن يتغير فعلا. كيف ممكن يتغير، وهل هذا التغير ممكن فعلا ينقص الكثير من قيمة تويتر أو قيمة المنصة في البداية؟ رغد، هذا السؤال صراحة أنها كتير مهم، ورح أقول لك شغلة، إذا حتى منشوف رأي العالم للي ساعتون باللي بضمن التقرير، هذا الموضوع في preferences، يعني في عالم يقولوا أنه خلص تويتر صار outdated وبدنا شيء جديد، وفي عالم كانوا يقولوا لا نحن ما فينا إلا ما نرجع للأساس حتى لو شفنا منصات جديدة. فمثل ما بقول بالنسبة لإيلون ماسك، هو مضطر يعمل هذا التغيير تيقدر بمحل معين يأمن مصادر دخل جديدة للشركة، لأنه هو بالنهاية رجل أعمال وبده أموال. بنفس الوقت المستخدم اللي معود على تويتر بالطريقة التقليدية بشكل أنه أنا بفوت بشوف تغريدات وهيك، في عالم حبوا تويتر لأنه سهل، أنا بفوت بتابع الأخبار، بعمل لايك، بعمل ريتويت إذا أنا همني الموضوع، أو بطلع تغريدة بشكل سهل. بدنا نشوف هذه المنصة بكرة بس يصير فيها مثل فيسبوك، يصير يعني فيسبوك أول ما قلعها كان منصة عادية، بعدين صار فيها بيجز وجروبس وجيمز وغيرها وإي شوب، العالم بطلت كتير إذا بدك متقبل هذا الموضوع. فبدنا نشوف قدي تويتر هلا مع كل التغييرات اللي عم بيعملوها قدي رح يكون في تقبل للأشخاص يلي أصلاً هن فضلوا تويتر بالطريقة التقليدية تبعيته بس كبريكنج نيوز ويب سايت. وأصلاً قال إيلون ماسك إنه هي تويتر أول ما طلع كان مثل مايكرو بلوج، إنه منصة صغيرة للتدوين، العالم بيطلعوا تويت صغيرة. هلا صار الواحد بيطلع فيديوهات ساعات وغيرها، بطل نقدر نخليها على التسمية القديمة، بطل فيها تكون مثل ما كانت سابقا. هل في رأيك من مصلحة الشركتين الدخول في هذه المنافسة المباشرة بدلا من إيجاد أسواق مختلفة قليلا لكل منهما؟ هل تشبع السوق؟ هل أصبحت الكعكة مقسمة بالكامل؟ استاذ باسل، اذا بدنا نكون واعيين فعليا شركه ميتا هلا اللي عندها فيسبوك انستغرام وواتساب وغيرها من المنصات عندها اكثر من 3.6 مليار مستخدم بالعالم، يعني عم تحكي تقريبا نص البشريه. فبدنا ناخذ بعين الاعتبار انه اصلا في مناطق نائيه، وبدنا ناخذ في بعين الاعتبار انه ما عندها انترنت، في اولاد صغار كثير وفي ختياريه كثير كبار، ففعليا تقريبا كل البوبوليشن اصلا موجودين اونلاين وموجودين على السوشيال ميديا. هلا اللي عم يعملوه منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ومثل ما شفنا من فتره كل ما تطلع منصه جديده فيها مميزات جديده يستنسخوها، يعني اول ما طلع سناب شات مع ستوريز وغيرها، فيسبوك وانستغرام واتساب نسخوا موضوع ستوريز، كل ما ينزل اي فيتشر جديده بمنصه جديده يجي يعملوها. فهلا شو عم يجي يعمل مارك زوكربيرج وإيلون ماسك وتيك توك وغيرها؟ عم يجربوا انه كل ما يشوفوا في ميزه معينه بمنصه جديده عم يتم استخدامها، يا بيستنسخوها يا بيشتروا المنصه يا بيعملوا منصه بديله تقدر استخدموا اذا بدك كل قد ما فيهم من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي عندهم. وهيدي هي اللي معركه بالنهايه، معركه الداتا والبيانات اللي عم كلهم عم يستقتلوا عليها، وهالداتا والبيانات عم يتم استخدامها ببرامج الذكاء الاصطناعي. نعم، شكرا جزيلا لك الخبير التقني رولاند أبي نجم، شكرا جزيلا لحضرتك. أما بعد قليل ثلاث خطوات لإعداد ثقافة العمل لديك للذكاء الاصطناعي، ابقوا معنا. مرة أخرى تقارير جديدة عما يمكن أن نتوقعه من الذكاء الاصطناعي، هذه المرة من جامعة هارفارد العريقة. فآخر تقرير لهارفارد بيزنس ريفيو المختص بالأعمال يقول إن هذا التحول في بيئة العمل قد يحدث أسرع مما نتوقع، ولهذا علينا الاستعداد التام له. بالحديث عن الاستعداد، يعني أننا بحاجة إلى بناء ثقافة عمل قائمة على هذه المهارات وفق خبراء المنصة، واللي حذروا من مخاطر ما اسمه الديون الرقمية على حياة الموظف المهنية. الديون الرقمية هو مصطلح يطلق على التدفق الضخم للبيانات ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والاجتماعات وكل الملخصات اللي من المفترض على الموظف مراجعتها وتدقيقها والرد عليها، إلى جانب مهام عمله اليومية ما جعل الوقت مزدحم وغير كافي لإنجازها وفق خبراء موقع لينكد إن المختص بالتوظيف. المقابل يقدم
الذكاء الاصطناعي حلولا لإنجاز المهام الروتينية، مهام تستنزف عادة الجزء الأكبر من وقتنا، وبالتالي سيكون بإمكان الموظفين التركيز على العمل الأكثر أهمية وزيادة الإنتاجية، وهذا من خلال إكسابهم ثقافة العمل مع الذكاء الاصطناعي. هذه الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي تهدد أعمالنا، حيث تؤكد منظمة التعاون الاقتصادي أن أكثر من ربع الوظائف التي يقوم بها العمال الذين يعيشون في أغنى دول العالم سيتم الاستيلاء عليها من خلال الذكاء الاصطناعي. تقرير المنظمة الأممية الصادر حديثاً كشف أن 27% من القوى العاملة في 38 دولة من أكبر الاقتصادات حول العالم لديهم وظائف يمكن أتمتتها وإنجازها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي بوقت أسرع وبكفاءة أعلى وبتكلفة أقل بالتأكيد. قد تبدو هذه الحقيقة مقلقة لأصحاب الوظائف، ولكن في المقابل هذه التقنيات يمكنها أن تلعب دوراً إيجابياً في دعم عمل الموظف وليس سرقة وظيفته وفق منصة لينكدين المختصة بالتوظيف، وذلك من خلال تقليل وقت إنجاز الأعمال الروتينية والتعامل مع التدفق الهائل للبيانات ورسائل البريد الإلكتروني المتواصلة. وللاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي يجب على أصحاب الشركات خلق ثقافة داعمة في مؤسساتهم لهذه التكنولوجيا، وذلك من خلال تهيئة بيئة العمل ودعم التحول وفق منصة هارفارد بزنس ريفيو التي تركز على أبرز ثلاث خطوات تدعم هذا التحول، وهي تعزيز الفضول عوضاً عن القلق. فبدلاً من الخوف من التحول يمكن تطوير المهارات والتعرف على النقاط التي يدعم فيها الذكاء الاصطناعي عمل الشركة حسب اختصاصها، وهو ما يعني أن علينا تقبل الفشل وأننا بحاجة لأن نبذل المزيد من الجهد في هذه المرحلة الانتقالية لنتمكن من تحسين قدراتنا وتغيير نمط مهاراتنا وشكل وظائفنا، وبالتالي يمكننا أن نتعلم القليل عن كل شيء لنواكب الخبرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي ولنصبح أكثر جاهزية وقدرة على استخدامه ومحاكمة نتائجه. هذه الخطوات البسيطة قد تحدث فارقا كبيرا في إنتاجية الشركات وفي دعم رفاهية عمل الموظفين، بحيث تتحول هذه التقنيات من لص يهدد بسرقة أعمالنا إلى صديق يدعم وظائفنا. للحديث أكثر تنضم لنا ليلاس مكي خبيرة موارد بشرية. صباح الخير عليك ليلاس. بداية أحكينا عن أهمية تأهيل وتدريب الشركات لموظفيها حتى يواكبوا التطور اللي قاعد يحدث الآن أمامنا. طبعا التدريب بشكل عام يعني حتى من زمان قبل ما يصير كل هالتطور هو كتير مهم بالشركات وكتير مهم للموظفين، بس بالوقت الحالي طبعا صار أهم بكتير وصار في استراتيجيات معينة لازم الشركات تتبعها للموظفين الحاليين لحتى يواكبوا نمو التطور. وطبعا في كتير طرق لهذا الشيء لحتى نعمل التدريب بشكل نقدر نلحق النمو أو التطور والتغير اللي عم بيصير، مثل مثلا في كتير شركات أو نحن ممكن نعمل ريسكيلينج للموظفين الموجودين حاليا، يعني إعادة تشكيل مهارات. فهي الطريقة ممكن تساعد إنه نحن إنه الموظف يلي ممكن بسبب هذا النمو والتطور ما يعود مهنته ضرورية بعد كم سنة، فنعمله ريسكيلينج بالوقت الحالي اللي هي خطة تدريب وتطوير ممكن تأخذ فترة زمنية معينة لحتى هو يعني نضل الشركة بحاجته وهو يتدرب ويتطور بشكل أهم ويواكب النمو اللي عم بيصير. يعني أن يكون موجودا جنبا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي، أن يتعاون مع الذكاء الاصطناعي بمعنى أصح. طب هل من الممكن أن يصبح هذا النوع من التعاون أو هذه المهارة، مهارة التعامل مع الذكاء الاصطناعي والتجاوب معه والتفاعل معه، هل من الممكن أن تصبح يعني معيار للتوظيف في المستقبل، أن تكون على سي في مطلوبة، أن تكون موجودة؟ ممكن أنه يكون، لأنه
بس لمهن معينة. يعني في مهن معينة حتكون فعلا ضروري إنه يكون في بعض التولز يكون في عنا نعرف نستخدمها، لأنه هلأ في كتير صار وظائف أو بوزيشنز مطلوب فيها إنه يكون هاي التولز تعرف تشتغل عليها وبتعرف تدرب عليها، فممكن بعد كم سنة تصير مطلوبة أكتر. ولهيك لازم الشركات من هلأ تعمل خطة تدرب الموظفين الحاليين على هاي التولز وعلى كل التطور اللي عم بيصير، طبعا حسب كل ديبارتمنت وحسب كل مكان وحسب متطلبات الشركة، لحتى تقدر إنه تحتفظ بالموظفين ويقدروا يتطوروا ويتعلموا شيء أحسن. إيه. في هذا النوع من التدريب، ما هي أبرز النقاط اللي تركز عليها الشركات في تدريب موظفيها؟ هلا في كتير خلينا نقول هي مش نقاط، ممكن نقول طرق. الطرق انه يكون في تدريب مثلا في خطه يعني بوقت محدد، مثلا في عندي انا اول 6 شهور او سنه في عندي بعض البوزيشنز او بعض الديبارتمنتس اللي هي خلينا نقول ماليه او بالبنوك اللي ممكن كتير معرضه انه هي ما تكون موجوده لبعد فتره معينه، فممكن اني انا انقلهم على وظائف ثانيه، بلش دربهم على وظائف ثانيه وتبع بعض الخطوات انه يكون في عندي برامج معينه للتولز اللي انا ممكن احتاجها بالمستقبل وبلش اني انا ادربهم عليها لحتى اقدر مثل ما حكيت اني احافظ عليهم. طيب مع العلم انه الذكاء الاصطناعي بيتطور بسرعه غريبه ومرعبه، يعني صح. في خلال 6 أشهر هناك اختلافات كبيره تحدث في مجال الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن ان ندرب الموظفين على شيء يتغير بهذه السرعه؟ يعني ربما بعد شهر يصبح الموضوع مختلف تماما. صح، بس لحد الآن يعني حتى التولز أو التطور اللي عم بيصير الشركات عم تقدر تعرف شو اللي بدها تستفاد منه حاليا. مثلا خليني أقول لك بقسم الموارد البشرية، يعني نحن شو التولز اللي ممكن نحتاجها هلأ وبعدين، حيكون أهم شيء يوفر لي وقت أكتر. أني لما بستخدم التولز تبع أو الابليكيشنز لل الذكاء الاصطناعي انه يوفر لي وقت، انه مثلا هلا الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل لك رواتب الموظفين، ممكن يحدد لك مين الموظفين اللي تختاره للانترفيو، ممكن يتنبأ لك بتواريخ اللي ممكن الموظف يستقيل فيها، فهي الطريقه وفر فيها وقت. فالموارد البشريه اجباري حتضل يعني حتركز حاليا انه تشتغل على هي التولز وتضل عم تستخدمها. وطبعا يعني بالنسبه لباقي الديبارتمنتس كمان حيكون نفس الشيء حسب الحاجه. يعني كل قسم وهناك ربما نقاط معينة يجب أن يركز عليها في التعامل مع الذكاء الاصطناعي. كل قسم طبعاً. إيه. طيب كيف هيتم التعامل مع الموظفين من مختلف الفئات العمرية فلنقل فيما يتعلق بتعلم واستعمال الذكاء الاصطناعي في العمل؟ هلا طبعا ما بننكر انه الاجيال الالفيه خلينا نقول هي ممكن تكون اكثر تقبل لهذا النمو، لانه هي مواكبه اوريدي مواكبه لهذا النمو لهذا التطور. ممكن نقول الفئات العمريه الثانيه مو معناها نحن حنستغني عنها، لانه نحن بمكان العمل حنحتاج ناس مواكبه للتطور بدها تشتغل على عصر السرعه خلينا نقول والذكاء الاصطناعي، ولكن محتاجين خبرات بنفس الوقت. والناس اللي فئات عمرية مختلفة دائما نحن حنحتاج خبراتهم، لأنه في عندهم يعني they do execution بياخذوا قرارات صحيحة، في خبرة من الفترة اللي اشتغلوا فيها، فحيكونوا طبعا يعني الشركة بحاجة لهم. والتدريب لازم يتطبق على كل الفئات العمرية حسب الحاجة طبعا لهذا الشخص شو ممكن أنه يأدي. يعني ممكن يكون مثلا leader بديبارتمنت معين ويكون صار له 10 سنين عنده experience، فأنا بحاجة هاي الخبرة لحتى يقدر ياخذ لي قرارات معينة، يعمل organizing للتيم، يقدر يخليهم يمشوا بالطريقة الصحيحة. طيب إن كان هذا الموظف يعمل في شركة لا تقدم هذا النوع من التدريب، ماذا يمكن أن يفعل حتى يعني يبقى متاح في سوق العمل، حتى يبقى مطلوبا في سوق العمل؟ حقيقة في هيك كتير، يعني في كتير بعض الشركات المحلية ما بيهم أصلاً هذا الموضوع، يعني ما بتشتغل على موضوع أصلاً مش عم بيصير برا، خلص نحن عنا السكول تبعنا متبعين طريقة معينة، ما بدنا نعمل أي تغيير بالبرامج اللي مستخدمها أو بالسيستم اللي مستخدمها. بهاي الطريقة الموظف هو لازم يكون في عنده سيلف يعني ليرنينج يتعلم. وفي كتير أشخاص فعلاً، حتى أنا بشوف كتير من متابعين
تبعيني عمي طول الوقت بعثوا لي ابلكيشنز جديده وعم نتعلم هيك وعم نعمل هيك وهن عم بيطوروا حالهم شخصيا، فهذا الشيء ممكن كثير يكون مفيد لهم حتى يكون في لهم وظائف متاحه اكثر بالمستقبل. يعني كل شخص عليه المسؤوليه انه يطور نفسه أكيد. ولا ان ينتظر المساعده من احد، التدريب من احد. اشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح، خبيره الموارد البشريه ليلاس مكي، شكرا. شكرا لكم. وبهذا نصل معكم الآن مشاهدينا لنهاية هذه الحلقة من برنامج اليوم، إلى اللقاء. بإمكانكم التواصل معنا عبر مواقع البرنامج. دمتم في رعاية الله. منشوف نحن بخلال استطلاعاتنا من الفترة الأخيرة بشركة كاسبرسكي، عملنا استطلاع وتبين أنه غالب الأحيان 92% تقريبا المشاكل بتجي من المستخدمين ذاتهم. يعني حتى لو حمينا الشبكات، حتى لو حمينا وشفرنا الأمور هذه، بيضل عنا جزء مهم على المستخدمين ووعيهم أنه ينتبهوا لأمور خصائص معينة، مثلا القراصنة اللي بيتبعوها، أنه بيخدعوا المستخدمين لحتى يخدوهم على مطارح تانية منا الحقيقي منا حقيقية. نحن قبل مثلا 10 سنوات الأمر الكريدت كارد والبيع والدفع عن طريق البطاقات كان أمر مستحدث، الآن بنشهد أنه الشخص يدفع عن طريق الموبايل، يعني بدون ما نشعر نجد أنه وسائل الدفع تطورت بشكل كبير وأصبحنا نتجه بسرعة نحو الكاش ليس سوسايتي، إنه المجتمع الذي لا يعتمد على النقود. ولكن نحتاج إلى أن تكون هنالك يعني إنفاق كبير في البنية التحتية وتطوير في التشريعات من قبل الحكومات حتى تدفع المجتمع ليصل بسرعة.